يلا لشوفك في الشارع. كل عام وانت بخير بنتي. برافو عليك يا بنتي، برافو. يلا تعي مطال يا ديروا بالكم في الصحو. لك شو هاد عايشة؟ ولك شو هاد؟ شو عم يصير؟ مين انتو؟ وقف لك وقف، لا حدا يتحرك. بنتي بنتي عايشة. ولك مين انتو؟ شو بدكن؟ لك اخي شو هاد الصوت؟ ليكون فتيش هاد. لك شو فتيش؟ هذا صوت سلاح. يلا يا مركز، صار في عنا قواص ببيت المهندس، على السريع بعثوا لنا الدعم. امي انا خايف. انت رح تجي معنا. ماما ماما بابا ماما بابا. لا تبكي بنتي، لا تبكي. رح شوف المجرمين بابا. لك شو بتكون بدنا تتركونا بحالنا؟ سكري تمك، هالزلمه رح ناخذه معنا. بابا رح تجي معنا، سمعتني؟ ما رح روح لمكان. قول قول ماما. قول انت منيحه؟ اتركونا. ولك انتو مجانين؟ شوف فكر حالك عملتوا لك. ولك مرتي شو دخلها؟ قول بابا بتجي معنا ولا بتحب ماما. اعمل نفس الشيء ببنتك. لا لا تمام ماما، رح اجي، لا تلمسوا بنتي. ماما اجي المهام الخاصه، خلونا نطلع بسرعه. انت خليك عم تليون، نحن طالعين كمان. وانت جيب البنت. حاضر. قلت انه ما راح تلمسوا البنت. وانت صدقت ما هيك؟ امشوا. لا لا اتركوني بنتي، اتركوها ماما، اتركوها ماما. امشي امشي. قول امشي امشي. عايشة ماما. خلص، كم واحد في جوا؟ عديتهم؟ واحد اخي وفي اثنين طلعوا هلا على الدرج. تمام انا راح الحقهم. ماشي اخي. تعالوا هون، تعالوا. اسكتوا اسكتوا اسكتوا، ما حاسس عليكم. لا تسكتوا، ما بدي اسمع صوتكم ابدا. زدت سلاحك ولا اوصل بنتها؟ روك البنت بالاول. زدت انت دخيلك، لا تقتلها، لا تقتلها، دخيلك لا، دخيلك لا. دير بالك تلعب معي ولا؟ الله يخليك، والا بقطع النفس اللي عم تاخده. سمعت شو عم اقول لك؟ روك اسمعها كلك، عم تخوفني كمان؟ هلا بيت البنت ها؟ لا لا تتركها، اتركها، خدني محلها. روك اسمعها، خدني محلها. تمام تمام، بوز رجليك، خدني بدل. ليكني رح اتركه. يلا اتركه. تمام روك، لا تأذي البنت، اوعك تأذي البنت. ماشي خلص فنك، خلص اهدي، لا تخافي. هذا اسعاف، خذوا الاسعاف فورا، يلا بسرعه. بنتي اوام، اهدي شوي، اهدي ولا تخافي، رح نجيب لك بنتك وزوجك كمان. اهدي يلا اخي امشي، بدنا نلحقهم لهدول الاندال. يلا كارلوس يلا يلا, يلا. لك وين السياره؟ ما بعرف، بهالوقت كان لازم تكون هون من زمان. بابا الله يخليك ساعدني. تمام تمام بنتي، بابا ساعدني. خلاص اتركوا بنتي بقى. تعا وقف وقف، اركب بالسيارة، اركب، اطلع. وقفوا عنكم، ولك اتركوا سلاحكم فورا. زدت سلاحك ولا؟ زدت سلاحك في الارض. اذا ما بدكم البنت تموت ترجعوا لي لورا، ولا بوصل البنت قدام عينكم. ولك لا تسمعني صوتك يا واطي. عايشة عايشة بنتي، اطلع اطلع. تمام تمام حبيبتي، هدول اخذوني بابا. روح رجع لي بابا يا عمو لو سمحت. تمام رح نرجع لك ابوكي، بس انتي لا تخافي. ماشي يلا نشوف لوين اخذوا لك، لوين اخذوا؟ احكي، قول مين انتو، قول. ما رح تقدر تاخذ مني ولا شيء. احكي ما رح لك تقدر. احكي احسن ما فضي المخزن براسك، عم اقول لك احكي. رح تعرفوا عن قريب، انا رح خليك تحكي كل شيء.
كارلوس هذا مات. يلا روح خلينا نلحقهم على الطريق. يلا يلا اخي بسرعه. شو بدكم مني؟ شو عملت لكم انا؟ الطياره طالعه اليوم يلي حامي عليها المهندسين. شو هاي الطياره؟ ما بعرف. لا بتعرف ورح تقلنا اي طياره رح توصلهم. ما دام تعرفوها لقوا انتو. جماعتك متحافظين على هويه المهندسين مشان هيك لا تعذبني وبدك تقلي انه طياره فورا. وانتو شو بدكم من هاي الطياره؟ هاي الشغله مو شغلتك انت. مستحيل رح توقعوا الطياره. مبين عليك زلمي فهمان. ايه بدنا نوقعها نحن. عملتوها من قبل بس هالمره ما رح نسمح لكم. قولوا لك اي طياره. ما رح اقول. واذا بدك اقتلني هلا. ولك احكي بقى ولك احسن ما قتلك على الخالص. احكي احكي ولا بوصلك رجلك الثاني. ولك افتحوا الطريق. يلا افتحوا الطريق بقى. اخي صالح نحن ملاحقينهم على طريق توزلا. اخي خلي الشباب يطلعوا فورا من عندك. اتصل بالاطفائيه واذا بدك كمان اتصل بشرطه المرور. اخي نحن لازم نمسكهم لهدول الاندال احسن ما يعملوا شيء. تمام اخي. كارلوس انت شايفه للسياره شيء؟ ليك اخي هنيك هنيك. دعس دعس لك. احكي احسن ما اوصك. احكي احكي. هدول ملاحقينا. خلص لي من هدول. روح. اسمعوا لك يا بتحكي هلا يا بقتلك بارضك. عم تفهم؟ يلا اقتلني ما راح اقول لك شيء. لا ولك انا قلت لك بقتلك. احكي ولك احكي. لا تجنني اكثر والا بقتلك فورا. راح اخليك تعيش كم يوم وراح اخليك تتمنى الموت الف مره باليوم. وطوق لك اليوم. اليوم شو هو؟ 14 ونص. كمل. 14 ونص طياره انقره من مطار سبيحه كوكجين. حلو كثير. اذا بتضلك عاقل هيك على طول ما راح نحكي معك. بسرعه ولك بسرعه. كارلوس نحن قطعنا الطريق. وين كنت؟ رايحين باتجاه الطريق الفرعي. تمركزتوا بمواقعكم؟ تمام قطعنا الطريق. اخي بس السياره فيها المهندس اصحكم تقوصوا عليها. ماشي لا تخاف. اخي قطعوا الطريق علينا. شو بدنا نعمل؟ ادعسلا انت اساسا ما بدهم يقوصوا علينا. ادعسلا. ماشي السيارة جاية. رجب فيك تصيب دوالي بالسيارة؟ إن شاء الله أخي صالح. أخي أوصوا على الدوالي. ما رح نقدر نكمل. سلموا حالكم. ما عاد فيكم تهربوا لمكان. كل الطرقات مسكرة. ارجع لقلك عليهم. ارجع. وهداك اللي ملاحقنا من ورا. نفذ اللي عملك عليه. ارجع. ما عاد فيكم تهربوا بقى. اتركوني روح. ايه لا تحكي انت. لف لقلك لف. سلموا حالكم رح يقتلوكم كلكم. خلصوا لك. خلص. اخي عاكف لف من هنيك. بالدولاب المفجور ما رح يبعدوا كثير. مزبوط اخي ما رح يقدروا يبعدوا. اخي صالح نحن رايحين وراهم. يلا يا شباب يلا بسرعه. عجلوا شوي عجلوا. اخي الطريق مسكر ما فينا نمشي بالسياره. كارلوس انت شوف المهندس وانا رح الحق هالواطي. يلا اخي يلا بسرعه.
هو صور صاصتين برجله واحدة وبصدره كمان. وينه عاكف؟ راح يلحق واحد منهم. هذا الزلمة وضعه خطير. الإسعاف هلا بيجي. راح يستحمل؟ بيستحمل. أخي هذا الرجال مهندس بمصانع الدولة. ايه وشو بدهم فيه لك؟ ما قدرنا نعرف، بس يمكن عم بيهددوه. بنتي. دقيقة دقيقة، بده يحكي، بس دقيقة اسكتوا. بنتي. بنتي عايشة. لا تخاف بنتك منيحة، الحمد لله ما صار عليها شيء. ما فيها أي شيء. خلص لا عاد تحكي شيء، رح يصل الإسعاف بعد شوي، ورح ننقلك على المشفى. طيارة. طيارة عم يقول. شو طيارة؟ أي طيارة؟ طيارة؟ شو في بالطيارة؟ رح يقتلوهن. رح يقتلوهن؟